كيف لأقلامنا وأصواتنا أن تلتزم بالمهنية الصحفية؟ كيف نستطيع أن نعد تقريراً تلفزياً في فقدانه؟ أفعلاً رحل نصر الدين بن مختار إلى الأبد؟ أفعلاً انتهى نصره وانقطعت أنفاسه وأغمض عينيه لينام نومته الأخيرة؟ في الليلة الفاصلة بين الأحد والإثنين. لقيني يا ولاد. قيني ما قبل الثورة مش كما ما بعد الثورة. قيني قيني تصور قيني تعدت فوق تونس قلت من قيني دي. يا صديقا انسحب مهزوما مثقلا بالمرض. لا لا الحمد لله شد في ربي أنا رجعت بس. إن الله شاء أن ترفع روحك إلى هناك وأن يحفظ اسمك هنا في صفحات تاريخ الساحة الكوميدية التونسية ناقداً جريئاً ساخراً من الكل. كوبي أكسيون ميزيك توب نحف ميزيك لحف. إن شاء الله تطلع ما تفترش يا زياد ما تفترش هذي دعياتي سيبوية قالك تفتر القوارس في البارفان مش بمغشش العزيز خذوا هذيك خذوا هاي موتور طب خليت حنا بعنا يا قناتي وانا عملت فيها النقد الامر ونعملوا عد في الطنبك النقد ما منه عملت فيه واضح فيه واضح ونادي النبارة كل عملته حتى في ديمونش هانيبال عملت برج حاجات نصر الدين بن مختار. كلما تحركت تقاسيم وجهك ونطق لسانك إلا وأضحكتنا من قلوبنا وانزلقت من عيوننا دموع من فرط القهقهات. أنا نقول اللي يتنفس يات يدفع فلوس يشوف شو يقو فيه يعملوا له كوارت كي البورتابل 5000 و10000 يتعدى الكيوسك يصب باش نسميه سميه التنفزيانة. ونحن اليوم نبكي موتك ودموعنا تشكي حدة الأحزان. الشعب التونسي كل ما حدا يحب مواطنين وعباد هكا بيا ونعرفهم شو يسهل ويجيوا للدار برشا. من اليوم ستتحول إلى ذكرى. الدنيا تجري يا خويا بب بب بب. ستشتاقك كل البلاتوهات التلفزية والاستوديوهات الإذاعية والمقالات الصحفية. ستشتاقك كل المسارح التي اعتليتها. ستشتاقك كل المقاهي التي مررت منها والأرصفة التي حفظت خطاك. ستشتاقك البلاد يا صديقي وكم تحتاجك اليوم البلاد لتنقد بجرأتك وشعبيتك وتكشف عن كل الأقنعة بأسلوبك اللاذع. هو الضرب أبو قلب اللطف صاحب اللطف نحن بلاد عاملين الخير ربي يستر يقسموها البلاد يحبوا يقسموها وراس خويا يحبوا يقسموها تصور تونس تولي كل جمهوريات جمهورية الكاف جمهورية الفحص بعد القنصل نتاع القصرين قابل سفير نتاع زغوان واحد يبدا متعدى في جندوب يتشد حارق. يبدا واحد تشدك الديوانه في الفريشوب وين كنت انا في الفريشوب تاع قعفور وزيدو دو جرنبالي منين عملت الوراق خذيت واحده من جبال الجلود ورقت لي. قدرك أن تودعنا وفي خاطرك أفكار ونصوص ومونولوجات وسكتشوات لم تتحقق بعد يلزمها فنان لتجسيدها يلزمها أنت يا نصر الدين. فمش واحد نجم يكتب لي نوعي اللي نكتب بها أنا لو عملت وانا كل عود وفيتو في التلفز ما يعوضني حد ما يعوض لي أخي والحب دول يحبون العباد وجيت فرج بها. ولكنك ترحل توحشت أمي لا يرحم أكو. يا وطن سئمن فيه الجنائز بأي أنفاس سنشيع جثمانك يا صديقنا ورفيقنا ورافع لمعنوياتنا فنان كنت وستبقى ملك الكوميديا ورمزا للنكتة الطريفة الظريفة الهادفة. نم مطمئنا الكل هنا يحبك ويترحم على روحك الطيبة ويدعو رب الناس أن يغفر لك ويسامح ويرحم.
أعجبك الروبورتاج صديقي؟ بئسا، كنت لا تسمح بأن يمرر عنك شيء إلا وتتصل مرات ومرات لتستفسر عن كل التفاصيل. إن لله وإن إليه راجعون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.